على هامش افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية. التقى السيد الرئيس بالإعلاميين حيث دار حوار تناول معظم القضايا التي تهم الرأي العام. كل سنة وانتم طيبين. سعداء بيكم. ممكن اخذ 3-4 أسئلة بس. بالتأكيد كل زملائنا والمصريين بشكل عام قلقون بشأن الآثار المترتبة على الحرب الأوكرانية على الشأن الداخلي. حضرتك تحدثت باليوم أنه نحن تحملنا القدر الحد الأدنى من المشكلات في ارتفاع الأسعار. هل مقبل الأيام سيشهد ارتفاعات جديدة فيما يتعلق بتكاليف المعيشة على المواطنين جراء هذه الحرب؟ هل أعددنا ما يمكن المواطنين من تحمل هذه الأعباء إذا ما حدثت سواء في قطاع الطاقة أو في قطاع الأمن الغذائي؟ طب خليني أقول يعني احنا دايما حريصين على ان احنا يبقى عندنا 6 شهور من السلع الاساسيه اللي هي ممكن تبقى يعني ذات تاثير مباشر على الاسره. فده الى حد ما متسيطر عليه. هو السؤال المهم طب لغايه امتى؟ وده اللي انا كنت بتكلم فيه النهارده. يعني لغايه اخر السنه ماشي هنقدر احنا كدوله مع بعضنا ان احنا نخلي الاسعار متسيطر عليها ومبادرات اخرى يعني. اذا هي القضيه السؤال المهم واجابته احنا نستطيع ان احنا نتعايش مع الوضع ده حتى نهايه العام ان شاء الله. ولكن اللي انا بقوله لينا كلنا لكل الناس للمجتمع المدني بقوله للحكومه بقوله لنفسي بقوله حتى للشعب المصري انا عمري ما اتكلمت في موضوع يعني ايه استهلكوا او ما تستهلكوش خالص. لدينا وبراحتكم واعملوا اللي انتوا عايزينه ولكن أنا متصور إن كل حاجة هنقدر نخلي الحد الأدنى من الإنفاق فيها هيساعدنا. لكن إحنا عندنا الحمد لله رب العالمين زي ما قلت كده ما يكفينا حتى وعشان كده وجهت الشكر لأشقائنا وأهلينا الفلاحين في مصر إن هم وردوا حتى 4 مليون طن وده يخلي مع اللي موجود يكفي لغاية 6 شهور. أولا شكرا طبعا على إتاحة الفرصة لينا سيادة الرئيس. أنا يمكن هخرج عن الموضوع الداخلي واتحدث عن الموضوع الإقليمي وإحنا مش بعيد لأن ده كل ده أمن قومي بيأثر علينا. مصر بتستضيف حاليا المسار الدستوري الجولة الثالثة ليبي وطبعا موضوع ليبيا شائك جدا وإحنا شايفين أنه شديد التعقيد ومصر بتحاول جاهدة. لكن رؤية حضرتك لهذا الموضوع وخصوصاً إن إحنا عمالين نشوف إن هو بيزداد تعقيداً كل مادة فهل فعلاً الأفق السنة الجاية دي هنلاقي انفراجة فيها ولا مزيد من التعقيد في ظل ما نراه؟ سؤالي معلش الآخر برضو بيتعلق بالجانب الأشقاء من المملكة العربية السعودية ومن الإمارات. المملكة العربية السعودية أودعت 5 مليار دولار مؤخراً. هل هناك مزيد من الإيداع في البنك المركزي؟ لأن احنا عارفين أن يمكن الوضع الاقتصادي اللي بتمر بيه العالم وبتمر بيه مصر محتاجين كل دعم من الأشقاء العرب. شكراً. خليني أقول في السؤال الأولاني أجاوبه على حاجة يعني على جزئين. جزء لينا كلنا. أنتوا دايما كنت تسمعوني أقول إيه؟ أقول خلي بالكم من بلدكم. مش كده؟ فكان الناس مستغربة أوي يقول لك يعني بتقول كده ليه؟ ودايما بيكررها. هو خايف من حاجة. لا. هو أنا عايز أقول إن إحنا ما عندناش عذر قدام أنفسنا وقدام التاريخ وقدام ربنا بعد كده. إن إحنا نضيع بلدنا. مش بتكلم على مصر، بتكلم على كلنا، كل الدول العربية. ليه ما عندناش عذر؟ لأن النهاية إن ربنا ادانا تجربة مرئية لينا، إحنا شايفين. بنشوفوا ليبيا وبنشوفوا دول أخرى، مش كده؟ فده الجزء الأولاني، إن إحنا ما عندناش عذر إن إحنا ما نخليش بالنا من بلدنا، هذه النقطة. النقطة الثانية، إحنا في حد أدنى بنحاول نحافظ عليه بالنسبة لنا. ان الامور ما تتطورش وتتصعد. يعني ان ما كناش نقدر نحل المساله من خلال المسار الدستوري والمباحثات 5+5 وتشجيع الاشقاء في ليبيا على ان هم يبقى يعني يتفهموا ان مصلحه ليبيا اكبر كتير من اي مصلحه ثانيه يبقى على الاقل ما يحصلش تصعيد والامور تنزلق لمواجهه مسلحه ونرجع للاوضاع اللي كانت موجوده في 2019 و20. الحمد لله حتى الان احنا مسيطرين على ده. مش مسيطرين يعني لا من خلال
جهودنا مع الأشقاء ومع المهتمين بالملف ده إن ليبيا على حد الأدنى لها إنها تبقى في هدنة، مفيش اقتتال داخلي لأن ده أخطر حاجة علينا، ثم العمل على المسار التاني. طب هل الكلام ده ممكن يشهد انفراجة حقيقية لليبيا أو غيرها؟ لليبيا تحديدا كل حاجة ممكنة عندما تخلص النوايا والإرادة، وإحنا يعني ما نبقاش قدامنا نفسنا، قدامنا بلدنا، وبالمناسبة ده مش كتير. نقطة تانية فيما يخص الأشقاء في الخليج، أنا عايز أقول لكم ودي فرصة إن أنا أوجه الشكر ليهم، إن هم تحركوا معانا من غير يمكن يعني نطلب منهم ده. صحيح. طيب إحنا بنحاول نعمل إيه من جانبنا بقى؟ بنقول إيه؟ طب ما تيجوا نخلي الودائع دي استثمارات في مصر. وإحنا عندنا مشاريع كثيرة جدا جدا، بدأ فيها 100 مليون وفيها فرص كويسة قوي، وإحنا بنرحب بالأشقاء كاستثمار مشترك ممكن لو هم لوحدهم ما يجراش، ما عندناش مشكلة. مستعدين لده. طيب بتقولي طب بكرة الدنيا تبقى عاملة ازاي؟ سؤال مهم. انا هكلمه سؤال ملوش اجابة بالسياسة وليه اجابة بعلاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى. انا مش قلقان ابدا. مش ايه؟ ابدا. ليه؟ هو مطلع علينا. لو احنا مخلصين واحنا عملاء واحنا شرفة نتحاسب. لو مش كده ربنا يستر. سيادة الرئيس، عندي بعد إذن حضرتك كذا نقطة محتاجة. كذا نقطة؟ ناس سيوبيا أعلنت عن الملء الثالث، إحنا هنعمل إيه؟ ما هو الجديد في هذا الملف؟ جزئية تانية لها علاقة مباشرة بالشأن الداخلي، لجنة السداسية لتسعير البترول على وشك انعقاد وإصدار قرار ليها. حضرتك تتوقع أو إحنا ننتظر ارتفاع في الطاقة والبنزين الفترة القادمة؟ لجنة التسعير أكيد أكيد في اعتبارات إن إحنا مش ضاغطين على الناس قوي، لكن كمان لازم تعرفوا إن إحنا قدرتنا على دعم المحققات بالطريقة دي، إحنا كنا عاملين الوزنة 60 70 80 90 ماشي، يعني نقدر إن إيه نصد كده، لكن أكتر من كده 120 130 150 كتير. لأن أنا ما أقدرش أقول اللجنة هتوصل لنا ده تقديرهم هم فني ومالي وحاجات اخرى، لكن احنا بتكلم كقرار سياسي حريصين على ان الموضوع ما يبقاش ضغط على الناس. يعني مش هقول لك يعني اذا كان لتر البنزين ب 2 دولار ولا ب 2 يورو مش معقول طبعا هيبقى هنا كده ولا نص كده حتى. السد انا حاضر حاضر. شوفي عايز اقول لك على حاجه، انا اصلا كلامي مش كتير، كلامي مش كتير، محدش هيقرب من ميه مصر. دي اجابه. دي ايه يا فندم؟ اجابه. ازاي بقى؟ ما احنا بنتكلم بالدبلوماسيه وطوله البال والصبر، وفي نفس الوقت حجم المشاريع اللي بعملها للاستفاده من ميه مصر واعاده تدويرها مره واثنين وثلاثه ده مش موجود في العالم. وانا عشان كده ده يبقى ايه؟ بقول له يا رب قدامك بقى الاخذ بالاسباب. أنا عملت كل ما يمكن عمله، صبرت طولت بالي وأعطيت الفرصة واشتغلت على الحاجات اللي عندي عشان أعظم ما لدي. بس سؤال مرتبط باللي حضرتك أولاً، إيه خلال الثمان سنين كان نفس حضرتك تعمله ما عملتهوش وتأمل إن هو يتم إنجازه؟ كل حاجة كل حاجة، بس أنا حلمي كبير أوي أوي. يا رب يتحقق إن شاء الله. الحاجة الثانية، حضرتك بعد 9 سنين من ثورة 30 يوم حضرتك شايفها ازاي؟ ثالث حاجة، هل مردود الحوار الوطني اللي حضرتك اطلقته شايف انه هيجيب ما كنت تأمله؟ طب انا هقول لك على حاجة، هتكلم على 30 يوم وانا قلت الكلام ده واحنا ما عشناش وما زيدناش على انها ثورة لم تحدث بالتاريخ ولم يتحرك شعب في العالم كله بالحجم دي لتغيير واقع في مصر ولا في المنطقة ولا في العالم. أنا بتكلم على ملين، وأنا كنت مسؤول في الوقت دوت وكنت برصد ده وطلعت اضطرت تصور في كل ميادين مصر، مش القاهرة، اسكندرية، كل حتة
كل حته. ده موضوع كاشف، كاشف للفكره، كاشف لايه؟ للفكره، يعني الناس اللي المفروض ان هي بتعتنق الفكره دي تقول هو اللي حصل ده ازاي ربنا سمح بيه؟ ازاي يتحرك 30 مليون بني ادم؟ وبالمناسبه هو يتحركوا مره ولا مرتين؟ مره لغايه 30 طيب. التاني ده كان تحدي، تحدي من جانبي للناس، مش بتحدى بالناس في مصر وفهمهم للعالم كله عشان يشوف اللي مش عايز يشوف. يقول لك لا ده تغيير بالقوه، لا لا لا، ده ناس، ده ملايين المصريين خرجوا. فده ده رؤيتي ليها. اللي حدث في 30 يونيو ده غير مسبوق، ده امر لازم الناس كلها تتوقف، اصحاب الافكار واصحاب العقائد واصحاب ايه ده؟ ايه الناس اللي ليه خرجت كده؟ هي قلوب الناس دي مش في يد بين يد الله ولا ايه؟ طبعا مش بيقولوا القلوب بين اصبعين واصابع الله؟ طب ازاي بقى ربنا يحرك ال 30 مليون دول؟ نرجع تاني لموضوع الحوار. فانا عشان ابقى رديت عليك على السؤال يعني وسمعتكم، احنا اطلقناها وقلنا مش هنسيطر عليها عشان ما حدش يقول ان احنا بنوجهه، لا، عشان ياخد فرصته ونشوف كلنا ونبقى مستعدين كلنا ان احنا نسمع بعض، ان احنا يبقى في ارضيه مشتركه تجمعنا، نتكلم بقى مره مع بعض وتنقد وتقول اللي انت عايزه وانا ارد عليك. وحتى لو انت، حتى لو كان ردي موضوعي ومقنع ومش قابله، انا قابل انك انت ما تقبلوش. ليه؟ لان احنا لا يمكن ابدا هنجتمع على راي واحد، ده مش طبيعي. يعني ان احنا نجتمع على، لما نجتمع على حاجه واحده، ان البلد دي ايه؟ بلد نحافظ عليها. الحقيقه يا فندم حضرتك، الصناعه مكون اساسي لهذا البلد، الصناعه والزراعه. الصناع الان يشتكون من الاعتمادات، من مستلزمات الانتاج اللي بتقعد بالشهور في المواني، اشتكوا ايضا من المستحقات المساعدية اللي حضرتك خدت قرار بضروره مراجعه هذا الامر. ده نمره واحد. نمره اثنين يا فندم، حضرتك اوصيت بضروره دعم الصناعه الوطنيه في اكثر من حوار واكثر من خطاب. انا النهارده بسال سؤال يا فندم، صناعه البلد، اقتصاد البلد، المصانع الاستراتيجيه اللي في البلد، معايير تصويتها ايه؟ اذا كان مصنع بيكسب وممكن تجي له عثره يا فندم، ألا نستحق زي شركة الكوك وغيرها من الشركات، ألا يستحق بالفعل أن تكون هناك لجان من الدولة تقيم بدل من استشاري خارجي يجي وفقط يقول كلمتين، وإنما حضرتك استراتيجيتك إن إحنا نلم البلد؟ أنا هقولك على حاجة. أولا إحنا حريصين على إن إحنا مستلزمات الإنتاج دي ما تتوقفش أبدا، وده كلام مش سياسي، لأن إحنا ما نقدرش نتحمل إن المصانع دي تتوقف والناس اللي فيها يبقوا في الشارع. ما نقدرش نعمل ده. واللي احنا اللي قلنا عليه ده بننفذه. وعايز اقول لك على حد ادنى من الارقام، ان 4 مليار دولار هي الدكتور مصطفى. طيب كان مستلزمات الانتاج 54 مليار في السنه، يعني زي ما حضرتك بتقول 4 مستلزمات. احنا حريصين ان احنا نستمر بيهم، مش حريصين كلام، لا ده حريصين باجراءات والدنيا ماشيه. بس انا عايز اقول لك على حاجه. الازمه اللي موجوده في العالم كله وسلاسل التوريد مأثرة على حاجات كتير. حتى يعني عايز اقول لك، حتى المصانع اللي احنا تعاقدنا عليها من 3-4 سنين في بعضها متاثر بان الحاجات ما بتوصلش لغايه دلوقتي نتيجه ده. لكن كدوله وفتح الاعتمادات لمستلزمات الانتاج والسلع الاساسيه، ده ما فيش فيها كلام. النص الاولاني، النص التاني انت قلت على المصانع. اوعى تفتكر ان في فرصه وهن ايه؟ دي نقطة. النقطة الثانية، ثبت إن إدارة القطاع العام والحكومي مش هي أكفأ حاجة. صح. القطاع الخاص حريص على ماله، قاعد عليه، بيطور في نفسه، هيقلل من تكلفة التشغيل عشان يبقى منافس. يعني لما يكون في ملف زي اللي هو بتاع الكوك اللي أنت بتتكلم عليه، لا أنت من حاجة أنت تقول إيه؟ تعالوا نقعد مع المعنيين بالموضوع وتعمل حلقة أو اتنين وتسمع وتقول. ليه بقى؟ ان احنا عايزين دايما رسائلنا للناس تتسم بالموضوعيه، وكمان تطمنهم ان الامور ما فيش حاجه تانية هتتعمل. يعني لو في مصلحه هنعملها. اذا عشان حاجتين تعملهم، انك انت ترجع صناعه او تعمل صناعه في بلد زي مصر هتاخد وقت كبير ومحتاج دايما القطاع الخاص معاك. الحاجه الثانيه بالنسبه للشركات القائمه، هي في كام شركه ناجحه وكام شركه مش ناجحه، وتكلفة ده علينا كام؟ في توشكا ممكن اقدمها لسيادتك،
قلت ان احنا اجمالي حجم الاستثمارات في مصر على البنيه التحتيه كلف الدوله ما يقرب من 8 تريليون جنيه مصري. السؤال كيف نضمن الحفاظ على مشروعات ب 8 تريليون جنيه مصري؟ ده اول شق. الشق الثاني انا اسف جدا، نقدر نطلب ايه من الناس علشان يبقى هم والدوله ماشيين في سياق واحد؟ ازاي نحافظ على البنيه الاساسيه اللي اتعملت دي؟ البنيه الاساسيه دي عباره عن محطات كهرباء، عن وسائل نقل، عن موانئ ومطارات، عن شبكه طرق قوميه، شبكه نقل قوميه اللي بنعملها 2000 كيلو دول. وده الاجراءات اللي بتتعمل دلوقتي، مش يعني انا جايب شركات مثلا، يعني لما اجي هشغل مترو الانفاق ما بقاش انا اللي هشغل، بدي تسعير معين وبقول للشركه شغل ده حافظ عليه طبقا للعقد، وشركات عندها الخبرات اللازمه للموضوع. اولا احنا بنشكر حضرتك تاني وتالت ورابع على انك بتفسح لنا صدرك ومتحملنا. نحن لدينا مشكله كبيره في الصناعات المتوسطه والصناعات الصغيره. من ثلاث سنين كان بشوف ال موضوع الاراضي الصناعيه واتاحتها للناس وكده، فكان كل ما نسمع نتكلم مع الناس يقول لك ايه وفروا لنا اراضي صناعيه نشتغل، وفروا لنا ايه مرفح. انا اخشى ان احنا دايما يبقى فهمنا السابق حاضر دايما في توصيفنا للواقع، ننتبه للنقطه دي. طيب فانا قلت لهم ايه، طيب انتوا وفرنا على مدى 4-5 سنين اراضي كتير، ما تيجي نشوف ايه اللي اتعمل. نزلنا الجان على 30 مليون متر، تفتكر لقينا كم من ال 30 مليون دول خلصوا؟ 10 مليون يعني 50% كويس. 3 مليون 3 ايه؟ 3 مليون 10%. فانا قلنا ايه؟ خلوا بالكم واحنا داخلين في مجال تاني، قلنا ايه؟ هنعمل احنا مجمعات صناعيه، المجمعات الصناعيه دي تخليك كمستثمر صغير عايز تشتغل ما تخشش في متاهات تدبير ارض وترفيقها، ورغم ان الدوله كانت بترفق الارض يعني وترفيقها، ثم تخش انت بقى في اجراءات مع الدوله عشان تعمل اجراءات التراخيص دي. قلنا لا، احنا هندي الارض، هندي المصنع فاضي ومعاه كمان فرصه قرض يجيب لك المكن، ومش بس كده لا، لو انت كمان عايز تعرف بعض الافكار اللي ذات دراسات جدوى ممكن تشتغل. وعملنا كم منطقه؟ خلصنا 9 مناطق خالصه زي ده كده، يعني خالصه زي المنشآت ديت. الهناجر موجوده، الطاقه الكهربائيه، الامن الصناعي، كل ما يلزم من اجل اطلاق مشروع فيها. شوف المسار من فكره لغايه لما تطلع مشروع ناجح مشوار صعب قوي. الكلام ده بقى له سنه احنا مخلصينه. مش كده؟ اعلنا عدد كبير ونشغل، لكن احنا نروح ايه؟ ناخد برضو زي ما احنا موجودين كده مع بعض، ننظم لهم المحسن المشوار لغايه المناطق الصناعيه دي تشوفوها ويشوفوا الناس اللي شغاله فيها هناك. وبعدين برضو انا مستعد اسمع طرح تاني على لو في مشاكل. تاني هقول لك مسار منك انت تبقى عندك فكره في دماغك وتتصور جدارتها وانك تنفذها بالفعل مشوار صعب قوي. مشوار ايه؟ ده مش معناه انك ما تسالش وما تنتقدش، بس روح حياه كريمه. النموذج اللي شفناه في شربين هو نموذج للاسر المصريه، وانا ابن قريه عارف يعني ايه اهميه هذا المشروع لينا في القرى. الناس عمرها لا دخل لها ميه كويسه ولا صرف ولا طرق كويسه ولا، فهذا المشروع اتمنى الا يتاخر رغم الظروف الدوليه والمشاكل، انه يستمر المراحل بتاعته زي ما سيادتك وعدت الشعب المصري. احنا كنا هدفنا ان احنا نخلص في سنه ونص، وافتكروا كلامي كويس. انا قلت ساعتها انا بتمنى ان احنا نخلص البرنامج ده في 3 سنين واتمنى ذلك رقم صعب. وقلت ليه؟ قلت لان احنا التخطيط اللي موجود على الارض هو تخطيط مش منظم، واحنا هنخش نعمل دوله هتشتغل على الارض فهتقابل ده، لان احنا حجم الطلب على المواد اللي بتستخدم في البرنامج ضخمه جدا في كل المجالات. محتاجه مواد. المواد دي عليها ضغط دلوقتي، والسلاسل الامداد فيها مشكله. فالموضوع هيطول مننا في الموضوع ده 6 شهور. طب احنا هنعمل ايه؟ المرحله الثانيه بعد ما نخلص الاولى ولا مع بعضهم؟ مع بعضهم. يبقى انا النهارده حتى لو كان في تاخير نتيجه الظروف اللي احنا بنتكلم عليها ديت،
لكن دي لازم توقف المرحله الثانيه والثالثه ان شاء الله. شكرا جزيلا سيد الرئيس. عمرو عبد الحميد قناه. بالتأكيد العالم كله يعيش الآن في أعقاب الأزمة الأوكرانية حالة من الاستقطاب الشديد التي ربما لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية. أين نحن من حالة الاستقطاب؟ شوف أنا هقول لك على حاجة، إحنا بنحاول في ظل اللي أنت بتتكلم عليه والأوضاع الصعبة ديت إن إحنا ندير سياسة فيها كتير من التوازن، يعني بعيدا عن المسارات ديت، بعيدا عن الاستقطاب ده. لأن دي مرحلة صعبة جدا جدا على العالم، وبالمناسبة هي غير واضحة غير واضحة. احنا علاقتنا طيبة بالجميع، ولما بنيجي لنا تحرك في حتى في الأزمة دي بنقول إن المسار الدبلوماسي والسياسي وإيجاد حل للأزمات بعيدا عن العمل العسكري أمر مهم. ده موقفنا باختصار شديد، باختصار شديد إن احنا بنقول سياسة متوازنة بعيدا عن الاستقطاب، بعيدا عن الاستقطاب. إنجازات عظيمة جدا وغير مسبوقة في مجال الزراعة رأيناها جميعا بشكل أسعدنا جميعا وأبهر العالم أيضا في ضوء ما كتب ونشر في صحف العالم. هل من المنتظر خلال السنوات القليلة القادمة في ضوء هذه الإنجازات المتواصلة أن نشهد اكتفاء ذاتيا في عدد من السلع الاستراتيجية؟ أنا هقول لك على حاجة، إحنا كان في وزير الزراعة كان ليه عرض المرة اللي فاتت وكل بنتكلم على إن إحنا اكتفينا بالفعل من عدد من السلع الأساسية، وكنا بنتكلم ساعتها على الرز، بنتكلم على السكر والخضروات والفاكهة والألبان والدواجن و السمك والسكر. السكر فضل 10%، القمح لسه شوية. نتمنى في خلال السنتين الجايين دول نكون حطينا أكتر من 1,000,000 فدان إضافيين على البيوتر ده، ده يدينا يكون 500,000 3 مليون طن قمح يساعدنا على ان احنا نبقى قادرين نتحمل الظروف اللي موجوده فيها، ثم بنشغل الناس اللي موجوده في مصر. حاضر. فاكتفاء ذاتي بالمطلق ده صعب، لان على سبيل المثال احنا الزيوت اللي بنجيبها 90% من الزيوت المستهلكه في مصر بتيجي من الخارج، وبالمناسبه فيها مشكله دلوقتي. ليه؟ لان طبعا سلاسل التوريد وتكلفه النقل، وفي بعض الدول محجبه على ان هي نتيجه الظروف اللي موجوده ديت وعدم اليقين الواضح بالنسبه لهم ان هم يعني يفتحوا الغوط بشكل ايه. لكن عندنا مشكله في الموضوع ده دلوقتي؟ لا. يعني سبب انت مين موجود؟ طب انت الزيت زي ما حضرتك قلت كده اخذ المشاكل الرئيسيه الزيت، ولكن بتوجيهات حضرتك الحمد لله واحنا واقفين دلوقتي عندنا 5.7 شهر اكتفاء ذاتي زيت. هذا لا يعني ان الزيت ارتفع، اكتر سلعه ارتفع في كل السلع الاساسيه هو الزيت بتاع الطعام. 20 لتر في كوسكو، وكوسكو ده اكبر تشين رخيص ب $100. تاخد جيركل كده 20 لتر زيت بكام؟ ب $100. اشوفه وادخله. كان بكام؟ كان ب $20. بقى ب $100. ده يعني اكن اللتر ب $5. طبعا مش هضرب ولا هجمع ولا حاجة. احنا اللتر لغاية النهاردة عندنا حر ب 36 جنيه، واحنا في التموين 8 ب 21 جنيه، وخليناه 23 جنيه من شهر ونص. وزي ما سيادة الرئيس قال فعلا ورئيس الوزراء ماسكين كده اهو عشان ما تفرضش الاسعار. ايه تاني؟ وانا عايز اقول حقيقة مهمة جدا، اذا كان في وعي حقيقي وفهم صحيح في مصر حضرتك السبب المباشر فيه. الاعلام يا فندم هنا مطلوب منه ايه؟ يعني على مدار الساعه والثانيه وحملات من التشكيك والاكاذيب والتشويه والتحريض، وكان ما فيش في العالم غير مصر هي المتضرره من الازمه العالميه. اشكرك يا فندم. شكرا جزيلا. الكلام اللي بقوله دايما في كل لقاء بقول ايه؟ بقول يا جماعه انتبهوا ان انتم عايزين يعني يكون عندكم رؤية واضحة، وأنا مستعد أوفرها. وأنا بالمناسبة أي حد يخش على موقع بتاع رئيس الجمهورية كل الموضوعات اللي بتتكلموا فيها ببياناتها موجودة. كل الموضوع. طب في مشاكل ممكن، أنا موافق، تعالوا نشوف اللي موجود مع المشكلة مع المختص ونتحرك فيه. بالمناسبة مش مطلوب خالص أبدا إنك أنت كلكم يعني إن حد فيكم يتكلم بشكل إيجابي عشان يدعم حد. أنا عايزك تشوف الحقيقة. أيوة. وتقولها للناس.
طيب، فاذا النهارده بقدر عليك هو بناء فهم حقيقي لقدراتنا والتحدياتنا، هو ده اللي هيخلي المواطن اللي موجود في الشارع مستعد يتحمل، وبالتالي بتتكون حصانه وبتتكون مناعه بشكل او باخر لدى الناس من الحراك. ده موضوع تاني، انا بتكلم احنا اسبابنا احنا كمسؤولين ان احنا نتكلم بالصدق، واحنا كاعلاميين نتكلم بالفهم. يبقى انا اتكلم بالصدق وانت تتكلم بالايه؟ بالفهم. حضرتك وجهت اكتر من مره على مساله تطوير العقار، ويمكن دكتور مصطفى مدبولي بالطبع عنده ارقام على المخزون العقاري المصري اللي موجود، يعني صح تعبير انفنتوري. امتى هنبدا نشتغل على تصدير العقار وبالتالي جلب عملات اجنبيه للداخل؟ طيب انا عايز اقول لك احنا ايه يعني، اولا مع المطورين احنا عاملين شكل من اشكال الشراكه، اقولها لك يعني اكيد تعرفوها او تسمعوها، بنقول لهم احنا هنوفر لكم الارض وانت اشتغل واديني حصتي عينيه وانا مش هبيعها قبل انت ما تبيعها. بقول له ايه؟ خش ابني مدينه، المدينه دي يبقى فيها 100,000 وحده سكنيه، بيع انت 50,000 او اللي هتدفع عليه يعني حصتك زي ما انت عايز، وحصتي انا كدوله عشان ما نفسكش وعشان ما اخليش السوق بالنسبه لك يبقى فيه عرض زياده عن اللزوم، بيع انت الايه؟ الحاجه بتاعتك وادينا انا حصتي عينيه. وساعات بنقول له ايه؟ بيع الاثنين، لو انت شايف انك انت عندك فرصه تبيع الاثنين بيع الاثنين، وحسبنا احنا على يعني نتحاسب على كده. حولت الارض بتاعتي القيمه وحولت الشكل المعيب لارضنا اللي في كل حته فاضيه كده الى منشات ومزامخ بنشوفه يعني. طيب امتى تبقى انت منافس للسوق العقاري في العالم؟ ده مشوار كبير قوي. ليه؟ يا ترى انت بنيتك الاساسيه كانت مستعديه؟ انا بقى راجل عايز اخد مكان اقعد فيه، همشي بالزحمه؟ اجي في مطار من اي كلام؟ المينا مش عارف عامله ازاي؟ الكهرباء بتتقطع؟ عقبال ده ما اتعمل وتشكلت قناعه لدى العالم ان البلد دي بتتغير، خلي بالك من بوظها، البلد دي بتتغير في كل المجالات اللي تخليني انا كمواطن لو عايز ليا مكان اقعد فيه اجي اعمل فيه. هو قبل كده كان مسار التطوير العقاري مش كانت قرعه على الساحل الشمالي وقرعه على البحر الاحمر ولا ايه دكتور مصطفى؟ ده مش مسار عقاري للي بره. انا كمواطن جاي اخد عايز اعيش في مدينه، مش في قريه مقفوله تقفل عليا شهرين ثلاثه بالسنه او اربعه حتى وبقيه السنه ما فيش. لا انا عايز احس ان المدينه دي موجوده واعيش فيها واجي فيها في اي وقت وفيها حياه. فازاي هتبني الانطباع بتاعك؟ انت بلد ذات شان ولا لسه؟ ها؟ لا لسه بدري.